هو واحد من أبناء القلعة الحمراء الخالدين في التاريخ، وأحد خريجي مدرسة الأخلاق التي تشرب مبادئها في النادي الأهلي على يد جيل من العمالقة. لاعب يمتلك طريقة خاصة في السيطرة على الكرة ومراوغة الخصم أثناء السرعة، إنه الخلوق المميز مختار مختار. ولد مختار في 17 من أغسطس عام 1954، وبدأ حياته كلاعب محترف في صفوف نادي إسكو، ومنه انتقل إلى الأهلي حيث شارك في أول مباراة مع المارد الأحمر عام 1975 أمام كفر الشيخ بملعبه، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة. وفي المباراة التالية أمام المنيا سجل أول أهدافه، حيث فاز الأهلي بنصف دستة أهداف. وترك مختار بصمته الأولى وقدم شهادة اعتماده لجماهير القلعة الحمراء. وخلال مشواره مع الأهلي والذي امتد لثماني سنوات، شارك مختار في 194 مباراة، فاز المارد الأحمر في 136 مباراة منها، وتعادل في 41 وخسر 17 مباراة. كما سجل مختار 32 هدفا بالقميص الأحمر، منها 26 في الدوري العام وهدفان في كأس مصر وأربعة أهداف في البطولة الإفريقية. كما كان واحدا من أفراد الجيل الذهبي الذي نال للأهلي أول بطولة قارية في تاريخه بعد أن توج بكأس إفريقيا للأندية الأبطال عام 1982. وخلال أول مباراة للمارد الأحمر في موسم عام 1983-1984 أمام المقاولون العرب، وبعد 13 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، وضع مختار الأهلي في المقدمة بهدف جميل بالرأس في مرمى الحارس الشهير أنطوان بيل، ليتعرض بعد دقائق من تسجيل الهدف لإصابة بالغة في الركبة خلال كرة مشتركة مع نجم ذئاب الجبل سعيد الشيشيني. وبعد أكثر من عملية جراحية فشلت محاولات موهوب الأهلي في العودة للملاعب من جديد. وبأخلاق الفرسان، وفي مباراة اعتزاله يوم الجمعة 24 من يناير عام 1986، وضع مختار يده في يد الشيشيني لتحية الجماهير الغفيرة. ونتيجة لهذا الموقف النبيل، منحت لجنة اللاعب النظيف في اليونسكو مختار جائزة الخلق الرياضي في سبتمبر من العام نفسه. وبعد اعتزال الكرة اتجه مختار لعالم التدريب، وبات أحد أبرز الأسماء على صعيد المدربين في سماء الكرة المصرية.